بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لفيروس كورونا، الوباء اللي غزا العالم كله، لازم نتعامل معاه بجدية. الحماية منه حضراتكم مش صعبة، بس التهاون فيه هيصعب الدنيا جدا جدا. الحرص في الفترة دي والمرحلة المقبلة مطلوب، مفيش خروج إلا للضرورة. اللي يخاف على اللي منه فعلا ما يخرجش. احنا كلنا عارفين وبنأكد تاني ان هذا الفيروس مش بيتنقل إلا عن طريق التقارب الشديد او التخالط او التجمعات. لازم نخلي بالنا انه بيستقر على اللبس وعلى الجلد وعلى الورق، الفلوس، الناس اللي بتنزل تشتري حاجات من الماركت او بتشتري حاجات من الصيدليات، لازم تاخدوا لبالكم. مفيش مشكله وانت نازل من بيتك عشان تشتري الحاجات دي، ما احنا بنقول مفيش النزول الا للضروره، تبقى لابس جواندي. انا بدق ناقوس الخطر في موضوع ويمكن تحدثوا عنه في ايطاليا قبل انتشاره بشكل كبير. احنا داخلين الفتره اللي جايه او الايام اللي جايه، الناس هتتقاضى رواتبها من ماكينات الصرف. لازم تخلوا بالكم، الحرص الشديد. البس جوانتي وانت بتتقاضى مرتبك او بتصرف مرتبك من ماكينات الصرف. النقطه الثانيه اللي هندق فيها ناقوس الخطر، بصفتي رئيس لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان المصري، لابد ان الناس يعني تحذر وما تتعاملش مع الصفحات الوهميه اللي هي بتستخدم النصب الالكتروني ويقول لك احنا شركه كذا وهننزل نعقم لك بيتك، وطالما عقمناه لك مش هيجي الكورونا، مش هيجي فيروس الكورونا لبيتك ولا لاولادك. هذه الشركات غير معتمده، ما نعرفش مصدرها، ده نصب الكتروني ما نمشيش وراه. انتوا حضراتكم ست البيت هي اللي تعقم البيت بالكحول، تنظف شقتها بالكورونا، مش هيجي فيروس الكورونا لبيتك ولا لاولادك. هذه الشركات غير معتمده، ما نعرفش مصدرها، ده نصب الكتروني ما نمشيش وراه. انتوا حضراتكم ست البيت هي اللي تعقم البيت بالكحول، تنظف شقتها بالكلور. في نقطه تانية، الاحذيه هي اكتر وسيله على الارض وبتنقل الفيروس، ما تدخلش الاحذيه جوه بيتك، تبقى بره البيت. تاني، بلاش تخرجوا من بيوتكم، حافظوا على نفسكم. لازم ناخد بالنا ونحافظ على نفسنا الفترة دي، يا رب ان شاء الله تعدي على خير. وندعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا يحفظكم ويحفظ اولادكم ويحفظ يا رب مصرنا الحبيبة من كل سوء.